هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 40 لعيد تحرير سيناء. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ، حيث وجه المستشار عبد الرازق التحية لرجال القوات المسلحة الأوفياء وتهنئة للشعب المصري العظيم بهذه المناسبة وبكل الأعياد التي تهل علينا. توجب نقاد هذه الجلسة مع بدايات مراسم احتفال أخواتنا في الوطن أقباط مصر بعيد القيامة غدا الأحد، فباسمي وباسمكم جميعا نتقدم لهم بالتهنئة وأطعم التمنيات بعيد سعيد يسعد فيه المصريون جميعا بوحدتهم الوطنية. كما يتواكب انعقاد هذه الجلسة بذكرى احتفال مصر بذكرى تحرير سيناء الطاهرة بعد نضال عسكري مشهود ضحى فيه أبطالنا من رجال القوات المسلحة في العاشر من رمضان، وبعد نضال سياسي ودبلوماسي. فالتحية لرجال القوات المسلحة الأوفياء والتهنئة للشعب المصري العظيم ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة وبكل الأعياد التي تهل علينا.